بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وعلى أصحابه الغر الميامين. اليوم إن شاء الله هناخد الجزء الثاني في موضوع الـ Quality of Service، اللي هي بتغطي الموديول 3، وإن شاء الله لسه في جزء ثالث عشان نخلص الموديول 3. طيب خلينا نشوف الجزء الثاني اللي هو محاضرة اليوم بيحكي عن إيه. الـ Outlines، محاضرة اليوم هتحكي عن الـ Quality of Service at Layers. هنشوف هي بتعمل في الـ Application Layer وفي Transport Layer والـ Network Layer، وحنشوف كمان مقاربة بين الـ Quality of Service في الـ IP version 4 والـ IP version 6. وحنحكي عن تو كونسبت مهمات كتير عشان نعرف نبرمج الـ Quality of Service. ما يعني ضروري الموضوعين هدول نحكي عنهم وبالتفصيل، اللي هم TOS والـ DSCP. وحنحكي عن الـ IP Precedence والثمانية بيتس اللي خاصة في الـ TOS، وحنحكي عن الـ DSCP وإيش علاقتها مع الـ TOS. والـ DSCP to Service Class Mapping، وبعدين حنحكي عن الـ Configuration for the Quality of Service، وحنجربها على الـ CMT اللي هي الـ Command Line تاع الـ Windows. وحنحكي quick review for بعض الميثودز المستخدمة والخصائص الموجودة اللي بتشتغل على الـ quality of service في البايثون، وحنحكي مزاياها ومشاكلها. طيب خلينا نبدأ في الـ quality of service at layers. بيحكي لنا انه الـ quality of service ممكن احنا يعني نطبقها أو نحددها أو نبين معالمها في الـ Application Layer، وممكن لأ إحنا نشتغل عليها في الـ Transport Layer أو في الـ Network Layer أو في الـ Link Layer. يعني هي ممكن تتعمل في الأربع Layers. أوكي، هلا الـ Quality of Service could be achieved in any of the Protocol Layers. إذا هي من الأربع Layers هاي ممكن أنا أشتغل فيها على quality of service وأحدد فيها الـ policy وإلى آخره. Most existing quality of service solutions are deployed in layer 3 اللي هو network layer. هو طبعا أكتر شيء فعال وموجود ويعني شغل heavy عليه هو اللي بيكون في network layer، اللي هو اللي بيكون مع الـ IP هون. طبعا هنا اللي حنستخدم فيها الـ TOS والـ DSCP. زي ما احنا شايفين هنا الـ Layers اللي عنا، طبعا هنا اللي بتكون الـ Physical Layer والـ Link Layer، فيهم اللي بنسميها الـ Link فيها Quality of Service. طبعا الـ Layer 3 اللي هي بتصير الـ Network Layer فيها الـ IP. حنحكي عن Network Quality of Service اللي هي بتشتغل في اللاير اللي هو تاع Transport Layer مع TCP وال UDP والبروتوكول RSVP. أما اللي في IP هيكون في اللي هي Diff Serve، وطبعا اللي في Application Layer اللي هي بتكون بين يعني أكتر قريب لليوزر. طبعا بتكون يوزر فريندلي، بتكون عن طريق تولز تستخدم في نظام الويندوز او اللينوكس او النظام اللي موجود، او بتكون فيها عشان يحطوا فيها الابليكيشن ريكويرمنتس، وكله هنحكي عنه ان شاء الله اليوم. طيب هلا الكواليتي اوف سيرفيس ان ذا ابليكيشن لاير، هنحكي في الاول لاير اللي هي الابليكيشن لاير اللي هي اللاير 7 اللي هي أقرب شيء لليوزر. With the rapid emergence of web applications, the demand for application level quality of service control on local computers is growing. طبعا يعني بقول لك مع التوسعات والتطور في الويب applications صار ضروري
انه يكون عندنا quality of service على الابليكيشن لاير. اوكي، ذا disorderly competition in bandwidth usage may cause bandwidth sensitive applications working abnormally. يعني المنافسة على الباندويت ممكن تخلي ال sensitive application اللي هي اللي حكينا عنها critical application تشتغل بطريقة مش طبيعية abnormally. Although the traditional fixed bandwidth allocation strategy can avoid this problem. إذا إحنا عملنا الـ fixed bandwidth strategy اللي هي الطريقة التقليدية إنه أنا أعطي لكل application fixed ثابت جزء من الـ bandwidth بتحلل المشكلة. And guarantee the quality of service وتضمن لي quality of service، بس فيها مشكلة بصير بالمقابل. It can lead to bandwidth idling. يعني ممكن أنا أوكي ال sensitive applications بعطيها جزء محجوز دايما إلها في ال bandwidth، فهيك أنا بضمن لها إنه ما تصيرش عندها أي مشكلة وأضمن لها ال quality of service. لكن لو هاي ال application قعدت فترة مش عايزة الباندويت ومش شغالة عليه، الابليكيشنز التانية اللي مش سنسيتيف مش هتستفيد من الباندويت المخصص للسنسيتيف. ليه؟ حيضل ايدل، يعني زي كأنه طريق فاضي وما استخدمناه، فهنا بصير تعطيل. فمن هيك هي مش مفضلة، فاحنا بنحاول نعمل شيء دايناميك انه هي تكون محجوزة للسنسيتيف. ما فيش سنسيتيف، حول المش سنسيتيف يعني الابليكيشنز المش سنسيتيف على الجزء هذا وهكذا. ولكن هي طبعا الجوريثمز كتيرة وبروتوكولات كتيرة، فاحنا مش مجالنا، بس احنا حنحكي بشكل عام. هلا خلينا نحكي كمان شوية عن الابليكيشن لاير. various compression techniques and a host of coding techniques to adapt application traffic to network conditions and to economize the use of bandwidth. إذا ال compression اللي هي عمليات الضغط وعمليات الكودينج اللي أخذ ال coding اللي في إنه مثلا الأفلام أو الصور أو هاي مش بيكون إلها امتدادات دوت شيء، زي لما نقول دوت HTML .MPEG .MP3 هاي إلى آخره. هاي طرق من الكمبريشن والكودينج للفيديوز وللأصوات. فهاي تقنيات الكمبريشن أصلا هي already بتحافظ لي على quality of service. لما هي تضغط لي الصوت أو الصور هي بتقلل المساحة فيهم والحجم بتاعهم، فهي بتعمل على استغلال أمثل للباندويث. أوكي، various application protocols and standards to meet specific needs of application users. بحكي لك إنه في مش يعني غير ال compression techniques and the coding techniques، في شيء تاني على ال application layer بيساعد ال quality of service اللي هو شوية بروتوكولات. يعني various application protocols يعني في بروتوكولات تانية مش مخصصة للcompression والcoding and standards وأشياء معيارية بتعمل لتحقيق الاحتياجات المستخدمين للابليكيشن. يعني المستخدمين عايزين او عندهم تطلعات معينة، فهاي البروتوكولات والستاندرد يعني المعايير المقياسية هي بتعمل ضمان لهاي هدول اليوزر انه تكون الكواليتي اوف سيرفيس انه عندهم كويسة. من هاي الاشياء مثلا انترنت اكسبلورر زي ما احنا شايفين، الكروم نافيجيتور اللي هو الكروم اللي بنستخدمه، are used for web browsing. هاي الاشياء من الاشياء اللي بتحاول تحافظ على quality of service
وبتعرف توزع الكواليتي. يعني لو انت عملت كولينج او طلبت يعني كونكت لصوت ولا فيديو ولا الى اخره، هي حتميز وتساعدك انها توصل لك تعطي الطلب الريكوست لك احسن كواليتي اوف سيرفيس. اوكي، مايكروسوفت اوتلوك اكسبريس واتساب زوم الى اخره ار يوزد فور ايميل اند شات. هاي الاشياء برضو في تصميمها، يعني لما صمموها راعوا فيها قصص الكواليتي اوف سيرفيس. اوكي، developing play back buffer to reduce the effect of network fluctuations such as jitter. إذا هون بيحكي عن البفر، يعني هو مكان التخزين المؤقت، play back اللي هو الخلفي، بيعمل reduce الأثر يعني المزعج اللي بصير في الشبكة مثل الجتر إلى آخره، عن طريق إنه مثلا بشكل بسيط حنشرحها، إنه أنا لما ببعت مثلا فيديو عند المستقبل اللي عايز يستقبل اللي هو الديستنيشن، بيكون عنده بفر قبل ما يعرض لليوزر أي باكيت، هو بيعمل في البلاي باك بفر اللي هو البفر الخلفية، هاي بخزن أكم من باكت احتياطيا، إنه المستخدم لما يبلش يحضر في الفيديو مثلا إنه الدنيا تمشي معاه حلو وما يصيرش فيها أي تقطيع، لأنه أنا مخزنة أصلا بالبفر مجموعة يعني ستبن كده احتياط، فهو بيحضر في الباكت الأولى أنا بكون يعني مخزنة مثلا 30 باكت من الفيديو، فهو بصير يسحب باكيت باكيت، انا بصير احط فوق الثلاثين باكيت حسب ما بيجي السرعة، فانا بضل مأمنة نفسي انه اليوزر ما يلحقش على يعني المخزن اللي علي، المخزن يضل مليان والدنيا تضل ايه عند اليوزر ماشية بسلاسة. اوكي، هاي الـ quality of service في الـ application layer. خلينا نحكي عن الـ quality of service in the transport layer، هون لازم نركز فيها شوي. TCP and UDP use a checksum facility in the header field of the datagram they transport to check the integrity of the datagram. زي ما احنا حكينا checksum بتضمن لأنه TCP وال UDP ما صارش فيهم أي خطأ، أي تغيير بين 0 ل 1 أو 1 ل 0 إلى آخره، فهاي checksum هي بذاتها بتحافظ لي على quality of service، يعني بتخدمني إنه أنا ك destination بستقبل باكيت ما لما يكون معمولها checksum، فأنا بستقبلها بجودة كويسة، يعني مش مشوشة أو فيها أخطاء أو ناقصة. أوكي، فهي quality of service، عفوا checksum هي من الداعمات لل quality of service. TCP is with built-in traffic management and control mechanisms. يعني TCP زي ما قلنا هو موجود في built-in، يعني مبني فيه، يعني من مركب معه management and control mechanisms، يعني ميكانيكا خاصة للكنترول ولا إدارة الترافيك. زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت، الحلقة اللي المحاضرة اللي فاتت، وتناقشنا في الحلقة السيشن انه التي سي بي بتعمل ايه، عندها الويندو سايز لما قلنا عن الارسال لما يصير كتير، والتي سي بي بتطلب من السندر مش بس من الشبكة انه يا سندر خفف الارسال الباكتس اللي انت بتبعتها لانها سريعة كتير والشبكة مش قادرة تجاريك في السرعة اللي إلك، فخفض خفض عشان ايه ما يصير عندنا دروب 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 للباكت. مفتكرين اللي ناسي يرجع للمحاضرة اللي فاتت. TCP has both a bucket rate control and a congestion control mechanism. Okay, that will reduce bucket loss and build up on bucket delay. طبعا زي ما حكينا
نفس الكلام، انه هي فيها الريت، بتحافظ على الريت انه ما يصيرش تدفق اعلى من اللزوم، وبرضه بتخفف من قصة الكونجيشن زي لما قلنا، لما يصير دروب للباكت وتطلع الاكنولجمنت ونرجع نعمل باكت ريترانسميشن وترجع القصص هاي، فبصير عندنا مشكلة الكونجيشن وبتزيد مش بتحل المشكلة. فطبعا التي سي بي حلت الموضوع هذا. Each correctly received TCP packet is acknowledged, thereby providing guaranteed service to the sender. بقول لك كل each correctly received TCP packet، كل TCP تم استقبالها بشكل صحيح، is acknowledged، بيتحط عليها الختم اللي هو تمت الاكنولج إلها انها اوكي ما فيش فيها مشكلة، thereby providing guaranteed service to the sender. اذا لما السندر توصله لانه الباكت اللي انت بعت عليها acknowledgement، فاذا انت يا سندر اطمن انه رسالتك وصلت صحيحة تماما، واليا ديستنيشن انه انت استلمت الباكت صحيحة. فاذا الاك اللي بيستخدمها التي سي بي برضو من الاشياء اللي تعزز الكواليتي اوف سيرفيس، زيها زي التشيكسم. تي سي بي كواليتي اوف سيرفيس اكسكيوشن از سوتابل فور اولد ابليكيشنز. هو بيقول لك التي سي بي يعني مناسبة للابليكيشنز القديمة. ليه؟ لأنه بقول لك TCP cannot provide a consistent level of service that will satisfy the need of real-time applications. ليه؟ لأنه TCP ما بتقدر تضمن خدمة مرضية وحلوة في حالة استخدام مين real-time applications، لأنه TCP زي ما احنا عارفين بتعمل المصادقة الثلاثية، وطبعا مش هيزبط معها قصة الريال تايم، لانه الريال تايم مش هيقعد يستنى اذا باكت ضاعت اقعد اعمل اكنولوجمنت وما بعتش الاكنولوجمنت، وزي ما قلنا فبصير تأخير. فالريال تايم هو اكتر مع اليو دي بي. اوكي، quality of service in the network layer. هلا ننتقل على النتورك لاير، هون هيصير الشغل جامد، فعايزين تركيز. IP protocol does not provide guaranteed service. إذا ال IP اللي هو بيشتغل في network layer ما بيعمل، ما بيزود، doesn't provide، ما بيقدم guaranteed service يعني ضمانات على الخدمات، ما بيقدم. IP has implicit quality of service provision. فإذا الـ IP بحد ذاته ما عنده، لكن ضمنياً الـ IP بيقدم الـ quality of service. هنشوف هيقدمها ازاي ضمنياً، يعني هو بنفسه بذاته الـ IP بتركيبته الطبيعية ما بيكونش عنده، لكن ازاي بصير يعمل الـ quality of service. The type of service TOS byte يعني 8 bit field in IP version for packet header. يعني هو في الـ IP في byte موجود في الـ IP، هذا الـ header يعني بيتلحق مع الـ IP packet بنسميه TOS، which has so far not been used، اللي هو ما كانش يعني حاليا ما عادش يستخدم كتير. هو طبعا بيستخدم بالـ IP version 4 لحد اليوم، إذا في شبكة فيها IP version 4 هو لحد اليوم يستخدم، لكن بالـ IP version 6 هو تغير شوي، أو يعني تسمى اسم تاني وصار عنده شغلات تانية يعني إضافات تانية جنبه. فهو لهيك بقول لك which has so far not been used was designed for quality of service control. A checksum facility is also available in the packet header. الـ IP عنده قصة الـ checksum
زي ما قلنا عن التي سي بي واليو دي بي، فإذا هو عنده الفاسيليتي اللي هي تاعت تشيكسام، فإذا هي عنده الدعم للكواليتي اوف سيرفيس عن طريق تشيكسام. فإحنا بنحكي a checksum facility is also available in the packet header to check if the packet header has been corrupted. زي ما قلنا إذا صار في أي corrupted، يعني لخبطة أو خربشة في الباكت، فتشيكسم بأكد لي إنه لا هي ما صارش لخبطة، فإذا الكواليتي في الباكت حلوة. أوكي، كمان بقول لك IP can use a protocol such as Internet Control Message Protocol اللي هو صديقنا الـ ICMP to communicate error messages such as packet lose. فهو من الأشياء اللي بتدعم كمان الـ Quality of Service في الـ IP اللي هو الـ ICMP، لما بيعطي الـ Error Message والـ Error Request عفوا الـ Message Request فهاي أشياء برضو من الأشياء اللي بتدعم الـ Quality of Service. لكن طبعا أقوى شيء فيه اللي هو الـ TOS اللي حنحكي عنها اللي هو الـ Byte، هذا اللي بينحط مع الـ IP. It also could be used to transmit or relay various control messages and configuration information from receiver host to sender host. إذا هو بيقدر يبعت various control messages and configuration information from receiver host، طبعا عن طريق الـ ICMP زي ما قلنا. These functions add together to enhance quality of service for packet delivery in the network layer. فإذا عشان أدعم الـ quality of service في الـ network layer، أنا بستخدم مثلا الـ ICMP protocol، أو بستخدم checksum، أو بستخدم TOS. أوكي، فهاي كلها أشياء بتدعم الـ network layer، الـ quality of service في الـ network layer. طيب هلأ هندخل في العمق في TOS البايت اللي هو أصلاً مخصص للـ Quality of Service، يعني مش زي Checksum ولا زي الـ ICMP، لأ ده هو أصلاً متصمم خصوصي للـ Quality of Service. طيب هو أصلاً اسمه Type of Service TOS. أوكي، هاي خلينا نشوف الـ IP packet. هيا هنا 4 bits، 4 bits للـ version للـ link. هاي الـ TOS 8 bits، يعني 8 هي التشكيلة بين الأصفار والواحدات. حسب التشكيلة ها بنحدد عن طريقة درجة الـ quality of service اللي أنا عايزها للـ packet هاي. فكل packet إذا أنا عايز أحدد لها مستوى الـ Quality of Service، أنا هلعب في الـ TOS الأصفار والواحدات. وهنا Total Length بتحدد لي Length للباكيت، ID إلى آخره، يعني طبعاً لسه فيها Source الـ IP للـ Source ولل Destination وإلى آخره، بس إحنا طبعاً هدلك نتشرح عنه زمان، إحنا مش مجالنا، إحنا بس اليوم حنحكي عن الـ TOS في الـ IP packet. خلينا نشوف الـ TOS، احنا قلنا هي 8 bits. اوكي، فالـ 8 bits متقسمة ازاي؟ 3 1 1 1 1 1، 3 4 5 6 7 8 اللي هم الـ 8 bits. اول 3 بنسميهم precedence، اللي بعده بنسميها للـ delay، وبعدين للثروبوت، وبعدين للريلايابيليتي، وبعدين للكوست، والاخير هدول التنين الاخيرات اللي هو الام بي زد والكوست، اللي هم التنين لسه ان يوزد، يعني مش مستخدمين، فهدول اللي حيغلبونا بعدين في الحساب ان نضل نحط صفرين. فلكن هنحكي هلا عن الستة المهمين، 3 و3 هدول 6، الستة هدول مع بعض هم الـ دي
السي بي. فدي السي بي هما الستة بيتس اللي على جهة اليسار في تي او اس. يعني تي او اس بقسمها ستة واتنين، ستة بسميها هم دي اس سي بي والتنين unused، يعني لحد هلأ ما لقيوا لهم شغل. اوكي، فطيب ال دي اس سي بي differentiated service code point دي اس سي بي. اوكي، فطبعا هدول الثلاثة للبريزيدنس راح نحكي ايش معناهم وايش القيم اللي بتحملهم. وهنا 1 طبعا هنا بت 1، فمعناته حياخد قيمة يا 0 يا 1، يا 0 يا 1، يا 0 يا 1، لكن هنا حياخد يا 3 أصفار يا 3 وحدات يا أصفار وحدات. يعني ال 0 3 أصفار، الواحد اللي هي 1 0 0، التنين اللي هي 0 1 0، انتوا عارفين العد الباينري صح؟ التنين 3 حيكون 1 1 0، 4 حتكون 0 0 1 5 1 0 1. اوكي، وهكذا. طيب هاي هنحكي عنهم الـ TOS IP Precedence اللي هم الثلاثة اللي هون. هنشوف هدول الثلاثة احنا نشتغل فيهم ايه. احنا قلنا هايهم في الباينري 0 1 او 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1، واللي هي دي كان 6 ودي اللي هي تمثل 7. فإذا حسب البتات اللي هون إذا حطيتها 3 أصفار فأنا بعمل يعني إشي روتيني روتين. إذا حطيت 1 وبعدين صفرين، يعني حطينا هنا 1 وبعدين هنا صفرين، هنشتغل على برياريتي. لو حطيت 0 1 0 immediate flash flash override critical internet aware control network control. هاي يعني تقسيمات. اوكي، هنحكي عنهم كمان شوي بس مش بالتفاصيل، بس المهم تعرفوا انه هيك بتم تقسيم النقط اللي في الاي بي هيدر اللي هو الفيلد الخاص في التي او اس. هو من 3 بيتس، حسب البيتس اللي انا بحطها حسب الرقم الباينري انا بكون ارمز لنوع معين من التصنيفات اللي بستخدمها. اوكي، هلا حنشوف كل واحدة تستخدم في اي مجال، مثلا للصوت، للصور، للبث المباشر، للستريمينج الى اخره. اوكي، بس خلينا نشوف هلأ هنا الثمانية بيتس. هلأ احنا مشينا قلنا البريزيدنس حددناها قبل شوي اهي، الثلاثة اللي هون حددناهم. خلينا نشوف اللي بعدها، هاي الثلاثة هون حددناهم، هاي قال لك بريزيدنس، واللي هون قلنا لديلي، واللي هون قلنا للثروبوت، وهون قلنا للريلايابيليتي، وهون للزيرو زيرو. اوكي، هاي بنرجع نقول هاي البريزيدنس هاي هم موجودين هون، والانيوزد هاي هم currently unused، وهكذا. فهو هاي الشكل المظبوط ل تي او اس الثمانية بيتس. اوكي، فبقول لك زيرو نورمال ديلي، لو انت حطيت هون زيرو فانت بترمز للنورمال ديلي انه الباكيت هاي اللي انا بعتها وهون حاطط زيرو معناته بعتها نورمال. لو حطيتها واحد لو ديلي يعني خفف لي الديلي، مش عايزة، حاول انك ما تديهاش ما تعطلهاش. اوكي، طيب التي لو كانت نورمال ثروبوت، لو كانت زيرو نورمال عادي ثروبوت، ما اللي هو انه اعلى تدفق بيانات في مدة زمنية معينة، واحد لا اعطيها هاي ثروبوت، يعني اعطيها اولوية في الثروبوت اكتر من غيرها، وهكذا. الار نورمال ريلايابيليتي هاي يعني موثوقية اعلى. اوكي، والتنين اللي هون مش يعني لحد هلا مش مستخدمين. فهتوضحت. خلينا هلا ندخل شوية في الحساب. الدي اس سي بي تو سيرفيس كلاس مابينج،
هلا احنا حنشوف المابنج بين الدي اس سي بي والكلاس السيرفيس كلاس. هلا خلينا نشوف هون الحسابات حتتحسب ازاي. هلا زي ما قلنا الثلاثة البريزيدنس هيهم هون صح، شايفينها؟ ما احنا قلنا دي اس سي بي هو ستة بيتس، فالثلاثة اللي على جهة اليسار اللي هم البريزيدنس هدول يعني بيحددولي اللي بنسميها الكلاس سيرفيس كلاس. فهيو شوفوا هون اللي 110 اوكي هاي حتكون كلاس 6، ولو كانت 101 اوكي حتكون كلاس مختلفة. 101 هيها 5، 001 4، هي نفس العدد الباينري. 110 هو 3، فواضحة ازاي؟ فهنا مثلا 2 اللي هي 012، طب 1 اللي هي 100، طب واللي 0 حتكون الثلاثة 0، هيها 0 اوكي. فاذا الثلاثة هون بيحددوا لي الكلاس سيرفيس نمبر اللي هو بنسميها سي اس، تمام؟ على حسب الرقم الباينري اقرأ لي. لو انا سألتكم مثلا في الاختبار انه مثلا هاي الرقم من اي كلاس، على طول بصولي على الثلاثة اللي على اليسار وانسوا الثلاثة اللي على اليمين خالص، ما تبصوش عليهم. الثلاثة اللي على اليسار اقرأوا لي الرقم 1 2 4، فمين اللي مرفوع؟ 2، فإذا هي كلاس 2. لو جينا هين كمان هون حددوا لي الكلاس، هتلاقي التلاتة اللي هون ما تبصوش عليها خالص، بصوا على التلاتة اللي على اليسار 1 2 4، مش احنا بالباينر الخانة اللي هون قيمتها 1 اللي هون قيمتها 2 واللي هون قيمتها 4، 1 و2 3، فحطوا لي الكلاس رقم 3. توضحت الكلاس من وين بنجيب رقمها؟ فالدي اس سي بي اول 3 بيحددوا لي الكلاس. طيب اللي على اليمين بيحددوا لنا ايه؟ هذلاك لهم شغل تاني. فهلا لما انت بتقول الكلاس نفسها لازم يكون هنا الثلاثة اصفار، لاحظوا الكلاس بالضبط ثلاثة اصفار، الكلاس بالضبط ثلاثة اصفار، الكلاس بالضبط ثلاثة اصفار، وهنا ثلاثة اصفار ثلاثة اصفار. ليه؟ لانه الكلاس بعد شوي حنشوف انه فيها تحت الكلاس في تقسيمات اخرى، يعني كل كلاس لها تقسيمات تانية بتعتمد على القيم الثلاثة اللي على اليمين. خلينا نشوفهم بقى. هنا في جدول حلو كتير، بس تخلص المحاضرة بحبه يعني، بس تحضروها وتفهموا الدرس ترجعوا للجدول، بصراحة رهيب. أفرجيكم إياه، وين موجود؟ هون بيفرجيك التحويلات المابينج، مثلا هيو بالأرقام تي او اس وبالهكسا بالديسيمال وبالهكسا وبالباينري، والثري البريزيدنس هيهم التلاتة، وبيكون عندك الدي اس سي بي لما يكون هون، طبعا هون تلاتة حيكون هون تلاتة اصفار، فهو حيعطيك الكلاس هي ايه بتشتغل. اوكي هي مثلا هون 100 زي ما قلنا فهي كلاس 1 اوكي. طبعا هون حكينا في تقسيمات تانية لسه مش بنحكي عنها. خلينا نشوف كلاس 2 اهيها 010 اوكي، هي كلاس 2. وكلاس 3 هتكون 110 هيها، شايفينها؟ هيها كلاس 3 وهكذا. اوكي خلينا نرجع نشوف هلا هون ونكمل عن الثلاثة اللي على اليمين شو موضوعهم. هلا
زي ما قلنا دي اس سي بي هو 6، احنا شرحنا عن الثلاثة اللي على اليسار بقى الثلاثة اللي على اليمين. هلأ داخل كل كلاس في تقسيمات فرعية، مثلا الكلاس نمبر 1 اللي هي اس سي 1 في تحتها تقسيم بنسميه اي اف 1 1، اي اف 1 2، اي اف 1 3. طبعا ال 1 اللي على اليسار قصدي فيها رقم الكلاس، يعني عشان اعرف انها كلاس 1 فانا لما اقول اي اف 1 يعني تابعة لكلاس 1، اي اف 2 تابعة لكلاس 2، اي اف 3 تابعة لكلاس 3، اي اف 4 تابعة لكلاس 4. طيب الرقم اللي قلنا اي اف 1 تابع لكلاس 1، طب ال 1 اللي هون لاحظوا انها بتتغير 1 2 3، فاذا كلاس 1 فيها 3 تقسيمات 1 و2 و3، ال 1 low drop، ال 2 medium drop، ال 3 high drop. فاذا ال 3 هي اقل بريوريتي لها في الخدمة، لكن هي أكتر بريوريتي لها دروبينج. زي ما قلنا لما الكيو تصير مليان قربت تمتلي وصلت للثري الماكسيمم 3 شوت، بصير نعمل الباكت اللي عليها هاي دروب، البريوريتي لها هاي دروب، بتصير هي اللي تتسقط أكتر من اللو دروب. أوكي ارجعوا للمحاضرة اللي قبل وافتكروا الموضوع، قصة لما شرحنا في أول المحاضرة عن الكيو والهاي دروب واللو دروب. أوكي إذا خلينا نرجع كلاس 2، أي أف 2 أي أف 2 أي أف 2 كله تابع لكلاس 2، وبعدين بيجي رقم 1 و2 و3، 1 اللي هو لو دروب، 2 ميديوم دروب، 3 هاي دروب. طيب هلأ الـ AF2 إلها رقم مقابل، لما أجي أبرمج أنا مش هعرف أكتب AF2 وبعدين 1، لأ إحنا هندخل قيمة DSCB، فأنا هحتاج رقم مثلاً 18. طب 18 من وين جبناها هاي؟ خلينا نشوف. هاي أنا مثلاً هون حاطين لكم مثال AF32 اللي هو AF class 3 2 اللي هو الميديم دروب. لو قلت لك في الاختبار أعطيني المكافئ له في الدي اس سي بي افترضت تديني 28، طب 28 حسبناها ازاي؟ تعالوا هنا نشوف طريقة الحساب. AF تساوي اكس واي، فالرقم الأول اضربه ب8 والرقم الثاني اضربه ب2 وبعدين نجمع الحاصل. فالثلاثة 2 اضرب الثلاثة زي ما قلنا ب8 والاثنين اضربها ب2 واجمع الحاصل. فإذا AF 3 2، الثلاثة هنضربها ب8، هون الثمانية ثابتة والزائد ثابتة والاثنين ثابتة. أوكي فإذا هتصير كم؟ 28. طيب خلينا نشوف مثلا ال 11 نحسبها مع بعض تاني. AF 11 فمعناته الثمانية بتنضرب ب1 والاثنين بتنضرب ب1 فبصير 10. طيب ناخد كمان مثال عشان نفهم. 41 مين يحسبها؟ يلا الأربعة ب8 32 وواحد في 2 2 زائد 32 هي كم؟ 34. ولو جينا نمثلها بالباينري 41 طبعا انتو حتقسموها 3 و3، فالواحد حتحط 0 و1 0 صح، والأربعة 0 0 1. عفوا هنا خلينا نحكي الواحد، الثلاثة هنا اللي على اليمين خالص دايما حطوه 0. لاحظوا انه في كله اصفار 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 اصفار، فهي دي خانة دايما كلها اصفار.
فإذا لما أقول 41، الأولى الخانة الأولى من الستة اللي على اليمين حطوها صفر، وبعدين رمزوا للواحد، فالواحد حتيجي هين. أوكي طيب، والتنين حتيجي زيرو ون، الون اللي هو الزيرو اللي على الطرف انسوه خالص، وتلاتة انسوا الزيرو اللي على اليمين خالص، فالتلاتة تمثيلها في الخانتين اللي هون التانية والتالتة. أوكي، وأربعة تمثيلها في التلاتة اللي ورا. فسهلة، إن شاء الله تكون سهلة. فإذا الـ AF تمثل هي في التلاتة اللي ورا، فحنحط الكلاس نمبر اللي هو زائد النمبر تاع اللي هون والزيرو، فهي بتصير عنا الكلاس نمبر اللي هو هين ده، وبعدين النمبر اللي هو الخاص اللي هون ال 11 مثلا اللي هي 11، والزيرو اللي هي ثابتة على اليسار، عفوا على اليمين. اوكي خلينا نقرأ هين. There are four different classes، زي ما احنا شفنا 1 2 3 4 and each class will be placed in a different queue. فإذا لما الكلاسز هاي تنتقل عبر الشبكة، كل كلاسز بتنحط حسب التقسيمة بتاعتها في كيو خاص فيها، لأن قلنا الشبكة بتتعمل كيوز حسب البريوريتي، صح؟ فإذا هنا احنا هيك قسمنا يعني حددنا الباكيت هي تابعة لكلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3 ولا 4. each class there is also a drop probability، زي ما قلنا مش بس كلاس، اللي هو الرقم اللي ورا هون على اليمين 1 2 3 بيعطينا احتمالية الدروبينج. when the queue is full buckets with a high drop، زي هدول اللي هين probability will be deleted from the queue before the other buckets. فإذا مين اللي بينحذف أسرع؟ ده يعني بنقول له ما عادش حجز لك في الكيو. أوكي، in total there are three levels for drop precedence: low, medium, and high، زي ما حكينا. يلا خلينا نكمل. فإذا TOS and DSCP هنحكي عنهم شوية معلومات، نفس الكلام بس بتوضيح أكثر. The type of service TOS field in the IP version 4 packet header is mapped identically to the traffic class field in IP version 6. فإذا ال TOS في ال IP version 4 البروتوكول IP version 4 عملوا له مابينج متطابق، يعني نقلوه بشكل متطابق لمين؟ للاي بي فيرجن 6، بس غيروا اسمه، سموه ترافيك كلاس، فصاروا يسموه باسم الكلاس. and it is used in the same fashion، تستخدم بنفس الطريقة. with اي بي فيرجن 6 however several additional classifier must be considered or related to the IP version 6 packet header format. إذا لكن ال IP version 6 عنده traffic class هو نفس TOS بس غيروا اسمه، تمام؟ لكن IP version 6 أضاف شيء تاني عن TOS، فإذا ال IP version 6 أقوى في ناحية الـ quality of service من الـ IP version 4، فهو حط several متعددة additional إضافية classifier، محددات قيم يعني أو مصنفات، حط تصنيفات زيادة عن الـ IP version 4. وطبعا كل الأشياء اللي بتنحط إضافة بتتحط وين؟ في الهيدر. فعشان هيك الـ IP version 6 لو فاكرين الهيدر اللي إله أكبر كتير من الـ IP version 4، صح؟ طيب الـ DSCP اللي هو Differentiated Services Code Point Marking uses 6 bits 6 bits of the 8 bit من الـ TOS، زي ما قلنا الاتنين اللي على اليمين غير مستخدمات. Field in the IP header to provide up to 64 classes or code points for traffic. فإذا
هو لما يعمل 6 فهو بيعمل لنا كام؟ 64 كلاسز. طبعا الست النقطتين التو بوينت هدول هنشوف كيف احنا هنتعامل معهم بعدين. Since DSCP is a layer 3 marking method, DSCP هو مش احنا حكينا من الاشياء اللي بنستخدمها للكواليتي اوف سيرفيس بالاول اللي هو الماركينج. احنا بنغير في الاي بي هيدر لو فاكرين، احنا حكيناها بشكل عام، قلنا بنعمل تغيير شويه بيتس في الهيدر بتاع الاي بي فعشان نعمل عمليه الماركينج. فهو DSCP هي عمليه الماركينج اللي حكينا عنها المحاضره اللي فاتت. There is no concern about compatibility as there is with اللي هو 802.1p marking. ده الماركينج ده بيستخدم في اللاير اللي تحت اللاير التالت اللي هي لاير 2 اللي هي الداتا لينك لاير، هنحكي عنه كمان شوي. فهو ما في توافقية أو يعني انسجام بينهم، فهذا شغل وهذا شغل. لكن إذا عايز تحول بينهم في عملية بتتسمى مابينج، كمان شوي حنحكي عنها مش هلا. بس المهم إنه بيقول لكم ما في كومباتابيليتي. فإذا أنا ما عملت مثلا هنا وعملت هنا ما في مشكلة. أوكي، devices that don't support DSCP عادي، will simply ignore the tags or at worst they will reset the tag value to zero. إذا لو أنا ما عنديش DSCP واستقبلت IP header عنده DSCP، خلص أنا بعمل له ignore ولا كأني شفته، أو بعمل له reset وبحطه أصفار وما بقرأه حسب. أوكي، فإذا أنا مثلا عندي كأنا ك ريسيفر مش بتعامل مع الدي اس سي بي وما بع... ما, ب... ما مش عايزه احط كواليتي اوف سيرفيس، خلاص واجاني بكت عليه التاج الدي اس سي بي، خلاص ما بعتبره اصفار. اوكي، هنا في عندكم روابط اللي حابب يحضرها. اوكي، يعني عفوا تفتحوها وتشوفوها وتطلعوا عليها. زيادة معلومات طبعا مش بتدخل معنا في الاختبار، لكن اللي بيحب يعني عنده فضول أكثر يقرأ عن الموضوع. أوكي، هلأ خلينا نشوف الـ IP version 4 والـ IP version 6 وإيه اللي صار اختلافات بينهم. بيقول لك اللون اللي هون اللي لونه أصفر هاد fields name kept from IP version 4 to IP version 6، هي حافظت على نفسها، يعني هي نفسها بس هنا مثلا بين الـ IP version 4 والـ 6 الـ source address موجود والـ destination address أكيد، بس الـ size طبعا الحجم هنا له أكبر. أوكي، لأنه طبعا الـ IP أصلا version 6 كان الهدف له إنه يزيد الحجم الـ address عشان يقدر يعطي عناوين أكتر زي ما قلنا، صح؟ طيب الأحمر fields not kept in IP version 6، فكل الأحمر اللي هون الـ IP version 6 استغنى عنه، زي مثلا الـ identification، الـ flags، fragment offset، والـ header check sum، هون ما عادش عنده check sum. أوكي، يعني ما عادش في الـ header في check sum. هون name and position changed in IP version 6، يعني هي ظلت موجودة، هي موجودة بين الـ IP version 4 وموجودة في الـ IP version 6، لكن مواقعها تغيرت وأحجامها وأسمائها تغيرت. فالـ type of service اللي هي TOS قلنا تسمت traffic class، هي نفسها بس تسمت traffic class. أوكي، وطبعا new field in IP version 6 اللي هو اللون الأزرق غريب هذا شوي، زي الـ flow label هذا field جديد في الـ IP 6 ما كانش موجود في الـ IP 4. أوكي، هاي الاختلافات اللي بينهم. طيب هنا من Cisco Systems بيحكي لك عن الـ IP version 4 والـ IP version 6، اقرأوها تفرجوا عليها بس. اللي فيها طبعا مش داخل في الاختبار، لكن
هي كمعلومات حلوة تطلع عليها وتشوفوا الترافيك الكلاس والفلو ليبل ايش عملوا. ماشي. الكونفيجوريشن فور كواليتي اوف سيرفيس، هلا حنحكي عن اللي هو الكونفيجوريشن اللي هي التهيئة. ديفولت بي اتش بي بيقول لك هو with the three most significant bits of the diff serve أو اللي هو DSCP field set to three zeros. يعني لما إحنا three most significant اللي هم أكثر تأثير اللي هم الثلاثة نحطهم أصفار. The default PHP is used for best effort بنسميها PE service. إذا هو نفس الكلام اللي إحنا شرحناه، لكن هنا تسميات عشان لو شفتوها في مكان ما نحكي best effort أو PE أو default PHP كله بيرمز لنفس الاسم. أوكي. If the DSCP value of a packet is not mapped to a PHP, it's consequently assigned to the default PHP. عشان نستوعبها أكتر تعالوا هون نشوف الجدول هون. أوكي، هيا لما يقول لك 3 zeros فهي دي اللي هي ال PHP اللي هي الديفولت. اوكي، خلينا نرجع هنا ونشوف assured forwarding اللي هو المضمون، التمرير المضمون احنا بنسميه AF assured A forwarding F ال PHP with the most significant 3 bits of the DSCP field set to 1 و 2 و 3 or 001 اللي هي 4. These are also called ال AF1 وال AF2 وال AF3 وال AF4 اللي احنا حكينا عنهم بالجدول. ماشي. The AF PHP is used for guaranteed bandwidth services. فإذا هنا لو رجعنا للجدول ال AF1 اللي هي الحالة هاي. أوكي، وال AF2 هنا، وال AF3 وال AF4 اللي هم هدول احنا بنسميهم AF اللي هي assured forwarding assured اللي هو المضمون. أوكي. طيب والنوع الثالث ال expedited forwarding. ال expedited forwarding ال EF يعني اللي هو مستعجل، يعني ال forwarding اللي هو التمرير اللي احنا مستعجلين عليه اللي هو low delay service، فهو ده اللي بياخد الديلي الأقل، يعني هو لازم يتمرر بسرعة. لو احنا رجعنا للجدول اللو اللي حكينا EF هتلاقوه فين؟ اهو خلينا نرجع. With the most significant 3 bit 101. انزل تحت مدام 101 هون اهي. فاذا هي في الكلاس 5 اللي هي الكريكتال. اوكي 101 تمام. طيب ال configuration for quality of service نكمل فيها. There is three different overall models for quality of service زي ما حكينا. The best effort
is when no quality of service is applied to packets. FIFO for high speed interfaces and scalable with no overhead. يعني بنستخدم الفيفو في حالة انه ما في ما حددناش اي quality of service، احنا بنسميها best effort. طبعا هي ما بتعملش configuration، هي high speed interfaces and scalable with no overhead وقابلة للتوسع. الانت سيرف integrated services is where devices, applications, exchanges, reservations, information to enforce equality of service not scalable غير قابل للتوسع. يعني النوع الثالث اللي هو الموديول 3 في الثاني عفوا 2 اللي بنسميه الانت سيرف، هذا بيعمل انه الديفايسز او الابليكيشن لازم يعمل اكستشينج ريزرفيشن، يعني انفورميشن بيعمل تبادل للمعلومات، معلومات الحجز اللي هي معلومات الكواليتي اوف سيرفيس بين بعض. فطبعا عشان انا اقول انا عندي الكواليتي اوف سيرفيس والجدول هيك والجهاز ده هيك، ولو انا غيرت فلازم ابعث الجدول للثاني، فالامور فيه بتكون صعبة. عرفتوا ليه؟ لانه اصلا الجداول ثابتة مش دايناميكية. The main process يعني اشهر شيء متعلق بالانت سيرف is resource reservation protocol اللي هو RSVP. It uses path and reserve messages. Some call this hard quality of service، يعني قاسي صعب مش مرن. اوكي، resource reservation واللي حكينا عنها، والadmission control المرة اللي فاتت، device reserve appropriate bandwidth for their needed flow. زي ما حكينا انت بتحجز لهم نسبة معينة من الباندويت، فلو هاي الابليكيشن الكريكتال ما استخدمتش هذا الباندويت فحيصير في ايدل وتضيع للباندويت. فطبعا هي الريسورس ريزرفيشن هيك، فهي من الانت سيرف يعني من النوت سكيلابل. فانا لو سالت عن هاي في الاختبار هل هي سكيلابل ولا نوت سكيلابل، فلازم تعرفوا انها نوت سكيلابل. اوكي، والادميشن كنترول نوت سكيلابل، فبرضه الديفايس decide when reservation request should be rejected. زي ما حكينا الادميشن كنترول بتعتمد على باراميترز محددة مسبقا، وعلى اساسها بتعمل تقبل يا reject يا accept. فطبعا عشان هي بتكون حاطة رول معينة، فطبعا تغيير الرول ونشر الرول للابليكيشن المختلفة عشان تتعامل فيها مع هذا الابليكيشن بتصير not scalable، يعني مش مرنة. طب النوع التطوير اللي عليها اللي هو الأحسن اللي هو dev serve اللي هو differentiated services اللي هو احنا أخذنا عنها اللي هو TOS و DSCP is where devices don't have to exchange any reservation information. فما بي الجهاز بيروح يخبر يقول انا عندي الريزرفيشن والمعلومات الخاصه بالريزرفيشن هيها وخذوها وشوفوا انا بعمل ايه. لا، but you have to configure them separately. انت بس الباكيت وانت بعتها بتحط عليها التاج تاع تي او اس بالزيرو وانز اللي انت عايزها، فبتحدد انت الكلاس وبتحدد الدروب priority والديلي وإلى آخره زي ما حكينا. أوكي، طيب هلا عشان نفهمها أكتر خلينا نطبق شوية عملي. خلينا نروح على CMT Bank ونستخدمها. إحنا استخدمنا البنك قبل، لكن خلينا نشوف لو استخدمناها هون زي ما إحنا شايفين في المثال. خلينا نكبر الشاشة، شوفوا هنا في CMD احنا استخدمنا البنك زمان وكنا نكتب بنك وعلى طول مثلا الجوجل. اوكي، هنا شوفوا احنا هنحط اوبشن الها معين هنحطه ناقص في، وهيو زي ما هنا بين هنا اللي هو بيتحكم في تي او اس. اوكي، البنك انا هنا عملت له الهلب عشان يفرجينا
اليوزنج اللي إله، فحط لي فيه هي بتتحكم في تي او اس تايب اوف سيرفيس اي بي فيرجن 4 اونلي. This setting has been depreciated، يعني تم إهمالها neglected، and has no effect on the type of service field in the IP header. أوكي، لأنها هي ما عادتش في الـ IP version 6، هي بس بالـ version 4. فخلينا نشوف هلأ نعمل هون. مثلا هون أنا بقول للبنك وعايزة أعمل لها TOS 184. 184 اللي هي أصلا منين إجت، اللي هي أنا لو عندي DSCP ضرب 4 بترجع لي TOS. أوكي، يعني لو أنا معطيك DSP في الاختبار وقلت لك رجع لي TOS، هتضرب لي TSP بأربعة ترجع TOS. لو رجعنا على الجدول هتلاقوها هيك، اللي هو هيو أنا حاطة لكم إياه نفسه. طب خلينا نرجع على CMD ونشوف الشغل شوي، هو سهل. CMD أوكي، هيو خلينا احنا نكتب ايه، بنك ناقص في مثلا 184 اللي هي هاي، اللي هي اللي حددت التي او اس الها، وكتبنا مثلا www.google.com، وحيعملنا طبعا عملية البنك وبيحدد أشياء. طبعا هنا إحنا هنا ما شفنا التأثير تاع الـ TOS، وما قرأنا الكلاسز اللي إلها بالضبط، لأنه عشان أنت تعمل لازم تعمل إكسبلور، يعني عايز تعمل تتبع للباكيت اللي أنت أصدرتها هون، فلازم تستخدم برنامج إحنا ما حنحكي عنه اليوم، حناخده المحاضرة القادمة إن شاء الله، بنسميه الواير شارك، يمكن في منكم ناس بتعرفوا. هذا هنستخدمه لتتبع الباكيت ونشوف شو صار فيها، لكن مش هنحكي عن الواير شارك اليوم، ان شاء الله المرة القادمة هنحكي عنه بالتفاصيل ونستخدمه ونفهم كل شي فيه. هلأ خلينا نشوف مثلا، قلنا هنا 104 مدانا اياها كلاس 3، خلينا نروح نشوفها على الجدول. 104 هي اعطانا اياها كلاس 3. اوكي تمام، خلينا هلا نحكي على الكواليتي اوف سيرفيس ان ذا لينك لاير، اللي هي اللاير اللي تحت data link. The internet link layer is made up of diverse network technologies with disparate quality of service offerings. فإذا الانترنت link layer اللي هي اللاير الثانية فيها techniques يعني technologies بتدعم quality of service. أوكي خلينا نشوف كيف بتدعمها. Although they generally provide the same best effort service to datagram from higher layer protocol such as internet protocol IP. بيقول لك يعني هي ما بتقدمش حاجة مختلفة، هي بتعمل نفس ال effort اللي بتستقبلها الباكيت من ال IP. Each of them traditionally has its own style of quality of service built into it. فإذا لو انت حطيت الـ quality of service في اللاير 2 فانت بتعمل زي كأنك حطيتها باللاير 3، يعني في النتيجة المحصلة النهائية الاثنين حيعملوا نفس الـ quality of service، لكن الفرق انه كل واحدة طريقة تصميمها الستايل بتاع شغل هالبلت ان الها اللي هو كيف انبنت هو المختلف، فانت حتتعامل معها بطريقة مختلفة، لكن بالاخير انت حتعمل نفس الكواليتي اوف سيرفيس. اوكي فور اكزامبل ايثرنت اور توكن رينج هاز ا كونكشن عفوا كونتنشن ريزولوشن الجوريثم بيلت انتو اتس ميديوم اكسس ميكانيزم تو ليميت باكيت لوز فاز ا ريزلت اوف ترافيك كوليجن.
فاذا اللي بيقول لك الايثرنت والتوكن رينج بما معناه عندهم ميكانيكيات عشان تحد من خسارة الباكيت وتخفف التصادم الكوليجن ترافيك، يعني التصادمات اللي بتصير في الباكيت. The Ethernet carrier sends multiple access with collision detection سيزما على سي دي is a highly efficient and popular media access mechanism. إذا الإيثرنت بتستخدم تقنية اسمها سيزما على سي دي، هاي بتعمل تقليل عملية الكوليجن، هي بتعمل تحسس واستماع، بتقعد تستمع تسترق استماع على الميديا اللي هو الباك بون اللي هو في الايثرنت، وبتستمع انه هل في موجة، يعني هل في حد بعت، لو كان في صوت حد بعت ما بتبعت. اوكي، لو صار تصادم بتسميها الجام، يعني اللي هو الجام بتصير ضخمة، فهي بتعرف انه صارت في مشكلة وبيعملوا اعادة. طبعا في، يعني طبعا مش مجال شرحها لانه شرحها يطول وفيها بروتوكولات، لكن هي من الاشياء اللي تستخدم في اللينك لاير لتظبيط الكواليتي اوف سيرفيس او لضمان الكواليتي اوف سيرفيس. وطبعا في الاد هوك اللي هي زي اللابتوبات الوايرلس، وانتم ماشيين في الجامعة كل واحد حامل لابتوب او موبايل وايرلس شابك على شبكة الجامعة، هاي بنسميها الاد هوك، يعني شبكة الأجهزة فيها مش مرتبطة مع بعض بكوابل، تستخدم تقنية تانية طبعا لأنه ما فيش كوابل أتحسس عليه وأتسمع عليه فأعمل إنه يعني استماع هاي، فهي بتعمل سيزما على سي اي اللي هي avoidance للكوليجين، هاي بتلقط الكوليجين، بتحدد الكوليجين إنه صار كوليجين عفوا. اما هاي لا، هاي بتعمل avoidance زي اللي حكينا عنها في الكواليتي اوف سيرفيس، في اشي avoidance وفي اشي management، هاي بتلتقط الكوليجن عشان تعمل اعادة ارسال، هاي لا بتتحسس وبتعمل تجنب انه يصير تصادم. اوكي، فهاي من الاشياء اللي بتضمن الكواليتي اوف سيرفيس في اللينك لاير. لاحظوا انه احنا بنحكي لينك لاير يعني احنا قربنا على الكوابل والاسلاك والسويتشات وهاي، فصارت احنا بنحكي عن الكوابل. اوكي، وكيف انا بضمن الكواليتي اوف سيرفيس في التعامل مع الكوابل. هلا في نفس اللاير هاي في عندهم مصطلح اسمه كلاس اوف سيرفيس اللي هو سي او اس، فهو زي ما انتم شايفين في اللاير اللينك لاير هذا الايثرنت فارم فريم عفوا له تقسيمات طبعا زيه زي اي فريم في كل لاير له تقسيمه، فهون بنسميه الايثرنت فريم. في طبعا بنحط الماك ادرس للسورس والماك ادرس للديستنيشن والملحقات طبعا اللي بتنزل، البايلود اللي بينزل والهيدرز اللي نزلت من اللايرز اللي اعلى. اوكي، فهو ده الشكل الطبيعي للايثرنت فريم. لكن لو انا عايز استخدم كلاس اوف سيرفيس انا حضيف، لاحظوا هون في المنطقة هون مكان زيادة، فانا حكبر الفريم وادخل في المنطقة هاي مساحة تانية اسميها 802.1 كيو تاج زي تي او اس تاج، بس تي او اس تاج كان في الاي بي هيدر، هذا انا بحط التاج في الايثرنت فريم يعني على اللاير 2. هذا المسافة يعني أو هاي البيتس بنسميها 802.1 كيو تاج اللي هي بتحدد لي الكلاس اوف سيرفيس اللي هي سي او اس. اوكي، طب تفصيلتها فيها يعني اشياء كتيرة احنا ما بتهمنا الا جزء من الاربع اجزاء في التاج هذا اللي هو البريوريتي كود بوينت في سي بي، البريوريتي فاليو له من 0 لـ 7، فاذا هو بياخد كام؟ 4 بت،
عشان نحط من 0 لـ 7. هون طبعا في رابط للي بحب يشوف معلومات أكتر. طيب هون بيحكي ايه، one of the layer 2 method is the IEEE 802.1p standard، فهو اشي standard يعني مقياس معياري، wherein 3 bits of an additional 16 bits inserted. هون 16 bit احنا بناخد اللي هون بس، inserted into the header of the ethernet frame can be used to designate the priority of the frame. فإذا هو بتتحدد الفريم عن طريق تاج بضيفه، في جزء في التاج اللي هو بسميه البي سي بي بياخد قيم من 0 لـ 7، يعني 3 bits، عفوا مش يعني أنا أقول يمكن لخبطت قلت 4 bits قبل شوي، هو بياخد 3 لأنه 1 و 1 و 1 بيعطي 7، من 0 لـ 0000 اللي هي 0 لـ 111 اللي هي 7. أوكي، الكلاس اوف سيرفيس اللي هي هون زي ما احنا شايفين لو كانت 3 zeros فهي lowest priority traffic يعني no quality of service، لو كانت 1 1 بتصير medium priority traffic تستخدم لل voice signaling، ولو كانت 101 يعني 5 وطالع 5 و6 و7 high priority traffic، فدن 0 1 و2 lowest، 3 و4 medium، 5 و6 7 high priority traffic. اوكي واضحة. هلا هون عشان نشوف لو احنا عايزين نعمل مقارنة او مابينج، انه لو انا عملت الكلاس of service اللي هي ال COS او TOS، فايه اللي بيقابل ايه او مين اللي بيمثل مين ومين اللي بيكافئ مين. بيقول لك هون شركة هواوي على الموقع بتاعهم حاطين شرح حلو يعني بصراحة، مفرجين كيف بتتم عملية المابينج. في عندهم function او command بسموه 8021 بي اللي هو 802.1 بي داش ان باوند، هم مسميينه هيك كوماند مابس، يعني بيعمل تحويل من اللي هون priority of incoming VLAN packets in a diff serve domain to the PHP and colors the packets. احنا مش مهم الكالرز بس احنا نشوف هون اللي هي الفاليو اللي احنا حكينا عنها، specifies the priority of the VLAN packets. فاذا هذا البروتوكول او عفوا الكوماند او اللي احنا حكينا الكواليتي اوف سيرفيس بتحدد لي البريورتي فين في الفيلان، فين في الفيلان. The value is an integer that ranges from 0 to 7. A larger value indicates a higher priority. فاذا كل ما علينا كل مكان higher priority. طيب كل الكلام حلو، نشوف عملية المابينج. بيقول لك الزيرو هي PE البيست ايفورت، الوان عند السي او اس لو حط 1 في التاج اللي له فهي مكافأة للاي اف 1، ولو حط 2 مكافأة للاي اف 2، ولو 3 اي اف 3، 4 للاي اف 4، ولو حط 5 حيحطها للاي اف، ولو حط 6 لهي للكلاس 6، ولو 7 حطها للكلاس 7. اوكي فهي هاي عملية المابينج. فهو لو مثلا عايز يحط بريوريتي اي اف 3 بس في اللاير 2 مش باللاير 3، هيحط في السي او اس قيمة كام؟ 3. تمام. هلأ في configuration الكواليتي اوف سيرفيس على الويندوز، لو انت عايز تعمل عفوا مش على الويندوز، على المودم اللي عندك في البيت اللي هو الواي فاي اللي انت بتستخدمه، ادخلوا هنا على الهوم ورك على اللينك هذا وتفرجوا على عملية الكونفيجوريشن للمودم اللي في البيت عندك كيف بتعمله الكواليتي اوف سيرفيس. اللي معاه الادمن والباسورد في البيت على المودم يدخل حسب الخطوات اللي في اللينك هذا
ويتفرج على quality of service، بس ما تلعبوا فيها عشان ما تخربوا حاجات. بس المهم انه ايه، شوفوا كيف بتتعمل. ماشي، فهاي انت لما عايز تبرمجها بطريقة user friendly عن طريق اللي هي الكوماند الموجود، اللي هي يعني مباشرة، يعني من الانترفيس عفوا، يعني انه انت عندك واجهة رسومية جرافيكال انترفيس وبتشتغل عليها الكواليتي اوف سيرفيس. احنا طبعا المحاضرة القادمة ان شاء الله هنشتغل فيها برمجيا عن طريق البايثون، لكن قبل ما نشتغلها بالبايثون لازم اليوم تكون الافكار والارقام اتوضحت تمام. اوكي، هلا عندنا بالبايثون، هلا خلينا نحكي شوي لما وصلنا لقصة البايثون. في كلاسز تستخدم للشغل في تي او اس، يعني او للكواليتي اوف سيرفيس. طبعا 99% من الكلاسز هاي موجودة في اللينوكس مش في الويندوز، فعشان هيك اللينوكس هو المستخدم بقوة. طبعا هو والأشكال اللي منه، هو اللينوكس هو اوبريتنج سيستم زي الويندوز، لكن عنده خصائص أعلى بالبريفيليج في التحكم بالشبكة والسيطرة فيها. فمثلا نت فلتر كيو هاي كلاس في البايثون موجودة، بتعملها بيب انستول نت فلتر كيو بس على اللينوكس. يعني لو انت جيت تنزلها على الويندوز مش هتزبط معك، هتعطيك ايرور انه البايثون عندك مش بيتعرف عليها. اوكي، فنت فلتر كيو provides access to packets matched by an IP tables rule in Linux. Linux عندهم إشي بسموه IP tables، بيشبه ال firewall، يعني بيقسم لك ال IP ل tables، إشي يتقبل إشي مرفوض، إشي أمان إشي مش أمان. مش شغلنا هذا. المهم إنه النت فلتر كيو بتدخل على ال IP tables اللي موجودة في Linux. packet so matched can be accepted، فإما حسب الفلتر يا إما بيعمل accepted يا dropped يا alerted، يعني بيعدل عليها، يا reordered يا بيعيد ترتيبها، or given a mark أو بيعطيها mark. فإذا في اللينوكس أنت ممكن تستخدم هاي المكتبة بشكل جميل قوي لتعمل quality of service. The current version of net filter queue requires Python 3.6 or later. فإذا هي حديثة، بتتعامل مع البايثون 3، يعني في البايثون 2 أو 1 أو الهاي لا، ما كانتش لسه موجودة. أوكي، the last version with support for Python 22.7 was 0.9.0. فإذا إحنا نت فلتر كيو هاي موجودة عندنا زي ما قلنا بالبايثون من 3 و6 وطالع. اوكي، طيب هل quality of service within sockets؟ نرجع للسوكت. في احنا زي ما اخذنا 6 سوكت اوبشنز، احنا لو فاكرين حكينا 6 سوك اوبت اللي هي اخذنا فيها بنحط لما بدنا نعمل ريوز للسوكت للبورد، مش كنا نستخدم 6 سوك اوبت ونعمل 6 تو جيت. فهي هاي فيها خصائص تانية. فور اي بي فيرجن 4 يو نيد تو يوز، في خاصية موجودة في الست سوك اوبت اسمها اي بي بروتو تو اي بي، والها قيمة هي اوبشن اسمه اي بي تي او اس، فبتحطوا يا 0 يا 1. فإذا 0 يعني أنا مش هستخدم الـ TOS، وإذا 1 أنا هستخدمه. هذا في الـ IP version 4. في الـ IP version 6 لو أنت حطيتها السوكت عرفتها version 6 بتستخدم نفس الشيء، بس هون بدل الـ IP بتحط IP version 6، وما عندوش لأنه 6 ما عندوش الـ TOS، عنده الـ T class زي ما حكينا الـ traffic class. أوكي، مش حكينا انه الفيرجن 6 في غير التي او اس، غير اسمها وسماها ترافيك كلاس، فهي نفس الاسم، نفس الشيء هنا في السوكت برضو غيروا اسم الاوبشن.
and the DSCP value PET shifted to the left two places since DSCP is a 6-bit field, but IP underscore TOS and IP version 6 T class are 8-bit field. فهي هنا انت عشان تحسب الحسابات صح فلازم تعمل shifting التو اللي هي الضرب بأربعة. فانت لو عملت shift لتو هفرجيكم اياها ازاي انت بتحسبها عشان تطلع عندك الارقام صح. بس كمان شوي IP version 6 underscore receive تي كلاس طبعا لها خاصية الريسيف ست والجيت انه تحط للتي كلاس قيمة هي طبعا بوليان دبل وورد بتاخد دبل وورد فبتحط لها البوليان يعني 1 و 0. وفي طبعا خاصية تانية اسمها سول اندرسكور سوكيت او سو بريوريتي. وطبعا في كمان بالاي سي ام بي في خاصية اسمها ترافيك كلاس. فإذا كلها هاي خاصيات موجودة مع السوكت بتتعامل للتحكم في الكواليتي اوف سيرفيس. طبعا هاي الأشياء الويندوز ما بيدعمها هنحكي ليه, واللي عايز يستخدم هاي الأشياء لازم يطبقها على لينوكس. احنا مش هنتعامل في الكواليتي اوف سيرفيس بشغلنا في البايثون على السوكت, لا احنا هنعمل quality of service على البايثون بس عن طريق شيء تاني مش عن طريق السوكيتس. ليه؟ لانه الويندوز عنا السوكيتس اللي عنا على الويندوز ما بتدعم quality of service, لكن السوكيت اللي موجودة في اللينوكس بتدعم quality of service. فبتقدر تستخدم هاي السوكيت options او المكتبة هاي او الـ ICMP Traffic Class كله على اللينوكس. اوكي IP Pro 2 underscore IP زي ما حكينا هنا اللي هنا الـ Set Sock Option اللي هي Opt في عندها هاي هنحكي عنها شوي اللي هي ايه هاي هاي اللي احنا بنسميها Level. انا بهمني في الموضوع ليه جايب الكلام هون انه تعرفوا لما انا بحكي IP Proto underscore IP فانا بتعامل مع اللاير اللي موجود فيها الفانكش البروتوكول IP. فاذا انا بتعامل مع اللاير 3. لكن لو حكيت IP Proto underscore TCP فانا بتعامل مع الترانسبورت لاير, هون مع الداتا لينك لاير. اوكي والسول socket request applies to socket layer وانا بستخدم مباشرة بتعامل مع السوكت. اوكي هن IP proto underscore IP version 6 معناته انا بتعامل مع layer data link مع ال IP بس ال version 6, وال IP proto underscore ICMP version 6 هنا بتعامل مع ال ICMP version 6. اوكي هون شوفوا الكتابة زي بتتنكتب زي ما حكينا. هون اي variable equal socket dot socket وافتح الاقواس زي ما تعلمنا sock نقطة af underscore int اللي هي هون اي هاي ip version 4 لو عايزينها 6 بنحط هون 6 صح فاكرين هاي socket dot sock underscore row. اذا انا بتعامل مع السوكت من نوع رو, لو عايز اغير الرو بحط ديجرام او ستريم اذا للتي سي بي او لليو دي بي. اوكي وهي الخاصية اللي احنا حكينا عنها سوكت دوت اي بي برو تو اندرسكور اي بي. فاذا انا بتعامل مع الاي بي بروتوكول, انا عايز اتعامل مع الاي بي بروتوكول عشان اقدر احدد للاي بي قيمة تي او اس. اوكي اي بي بروتو اي بي كرييتس ا سوكت ذات سنت ريسيف رو داتا اهي رو داتا فروم اي بي فيرجن 4 بيست بروتوكولز. هنا احنا اللي هي بتكون مبنية على تي سي بي او يو دي بي اكسترا مدام هي رو هتمر TCP أو UDP لكن هي نوعها رو
it will handle the IP headers for you. فإذا هي حتعمل لك تغيير في الـ IP header، أنت لأنك هتغير في الـ TOS for you، but you are responsible for processing, creating additional protocol data inside the IP payload. إذا أنت بتتعامل مع الـ raw socket، فأنت اللي مسؤول تركب أو تجمع السوك الباكيت على بعض، أوكي. لكن لو أنت بتتعامل مع هنا ستريم أو ديجرام، يعني مع التي سي بي أو اليو تي بي، لأ، هو السيستم هو بيعمل لك الباكيت كاملة. أما لما أنت تعملها بالرو، لأ، هو الباكيت أنت لازم تضيف عليها الإضافات عشان تكملها، أوكي. فهي الرو بتعطيك أنت إمكانية التلاعب في الباكيت، فعشان هيك احنا قلنا الرو هي لازم تكون معك الادمنستريشن بريفيليج، يعني صلاحيات وصول اعلى، اوكي. الاي بي اندرسكور تي او اس في لينوكس زي ما حكينا set or receive the type of service field، اوكي. there are some standard تي او اس flags defined زي الاي بي تي او اس اندرسكور لو delay to minimize delays for interactive traffic، فهي minimize delay فبتحط ITOS low delay، أو throughput IPTOS throughput to minimize throughput، IPTOS reliability لا reliability ITOS main cost should be used for filter data where slow transmission doesn't matter، مش مهم transmission تكون بطيئة، بس المهم الداتا تكون اتفلترت، اوكي. some high priority levels may require super user privilege، ما احنا حكينا admin اذا انت كنت بتستخدمها عن طريق الرو زي هي حتى لازم تعمل الادمن privilege، لو كنت انا مستخدمها مع اليو دي بي او مع التي سي بي لا مش بتحتاج. the priority can also be set in a protocol independent way by the sole socket so priority socket option، هاي برضو شغلات ممكن انت تحطها مباشرة، يعني فهاي لو انت استخدمت هيك فانت مش معتمد على البروتوكول نفسه، يعني انت مستقل عنه. طبعا هون كل الكلام احنا حابب نحكيه نظريا لانه في الويندوز مش مطبق، بس انا بحب تسمعوا في الكونسبتس المصطلحات هاي عشان لو مرت عليكم ما تكون غريبة. لكن المحاضرة القادمة ان شاء الله احنا هنطبق كله كودات، المحاضرة هتكون يعني 90% منها تطبيق عملي، فعشان هيك افهموا لي ضرورة تي او اس والتحويل للدي اس سي بي كيف بتم، ولو والكلاسز ازاي بتتعامل، عشان المحاضرة القادمة إن شاء الله هنطبق عملي عليهم، أوكي. هنا في كود في الـ في الـ في البايثون على الويندوز، أفرجيكم إياه هنا زي ما هو. عملنا import للسوكت وعملنا الهوست، مش مشكلة، رجعنا باي نيم فبنرجع الـ IP address إله، وبعدين هاي زي ما قلنا AF underscore INET يعني IP version 4 وسوكت رو وسوكت اي بروتو اي بي، فحددنا انه انا عايزة اتعامل على مستوى الاي بي ليفل لاير، وعملنا عملية البايند، اوكي. وهي هلأ لانه طالما انا بعمل رو سوكت فانكلود اي بي هيدرز، انا اللي بضيف الهيدرز لمين؟ للباكيت. فهنا احنا بنقول له سيت سوك اوبت، طبعا اس اللي هو المتغير اللي هون، وعنده ميثود اسمها set sock opt socket dot ip root underscore ip اللي هي هاي، وبتحط لها اي كمان يعني انا بتعامل على مستوى ال ip level، بتحط لها option اللي هو sock dot ip underscore header include، يعني انا هعمل include للاي بي هيدر في الشغل، اوكي 1 يعني true،
فهنا هنعمل له ايه، هضيف الهيدر تاع مين، ال TOS، هقول له set sock option، وهي هنا نفس الشيء IP underscore TOS 1. اذا انا حطيت TOS وفعلته، تمام. وحنحكي له هنا اطبع ونشوف عملية الطباعة هتعطينا ايه. وبعدين هون هنعمل receive لل packets اللي تم بعثها، هون receive للباكيت ونطبعها ونشوفها. اوكي خلينا نجربه بس على البايثون. الاكزامبل هيوته هون موجود نفسه، تمام. فلو عملنا run هيعمل ايه، هيو طلع لي الهوست الرقم اللي هو رجعناه بالباي نيم، والهيدر قال لي اي اوكي 1، والاي بي تي او اس اندر تي او اس اللي هو اوكي. لما قلت له جيت اعمل لي جيت، اطبع لي اياها انها هل تم، حطينا 6 جيت، فهي رجع لي القيمة اللي إلها. اوكي طبعا الموضوع هنا انه لو انت رحت على الواير شارك هتلاقي انه التي او اس ما 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 بتقدر تحط لها القيم هنا بالويندوز، ما عندنا الخصائص اللي هون اللي حكينا عنها اللي هون، فعشان هيك انت مش هتعرف تتعامل معه بالويندوز. لكن هنحكي عنه ان شاء الله بكرة بطريقة تانية، بس هذا اللي كان عايزة تشوفوه هنا انه بنكتب ازاي. هيو خلص هنا، عمل استقبال للباكيتس، اوكي هاي اللي هي عملها هنا وطبعها، وطبع في الاخير مين، لما قلت له اطبع لي السوكت نفسها ايش مكتوب فيها، فطبع لي السوكت والاي دي اللي إلها والنوع الفاميلي إلها والتايب والادرس اللي إلها. اوكي كواليتي اوف سيرفيس اي بي اي ان ويندوز الار اف سي 3168 اللي هو الاسم هذا اللي هم حطوا المعيار الستاندرد هاد، بيحكي لك عن الكواليتي اوف سيرفيس في الويندوز. ليه ما اشتغلت معنا بالسوكت؟ contains the definition of the ENC field part of TOS. في ناس بتسمي جزء من TOS ENC مش شغلنا. المهم هم سموه هذا ايه، should generally leave the setting of the ENC field to the kernel. فانت بيقول لك ما تلعب في TOS وسيبها للكيرنل اللي هو للأوبريتنج سيستم، and should specify zero values in the low two bits of the value set with IP underscore TOS. فإذا انت خليها كام أصفار، فإذا انت بيقول لك ما تلعب في TOS في الويندوز، وعشان هيك السوكت أصلا محاصرة في الويندوز أو محدودة، فما بتقدرش تتعامل مع TOS. Quality of Service API بيقول لك طيب انت كالويندوز عايز تعمل Quality of Service، فالطريقة لك تعملها، فبيقول لك روح على API اللي هي واجهة رسومية في النظام التشغيل في الويندوز. Is the only interface that programmers will require to create Quality of Service aware or Quality of Service enabled applications. فإذا انت في الويندوز ما بتقدر تعمل Quality of Service إلا عن طريق API. Most operations that happen on behalf of an application is the quality of service sequence are a result of quality of service API calls, communication request down and sometimes back up through quality of service components. فإذا أي quality of service أنت بتشوفها على جهازك في الويندوز فهي معمولة عن طريق الـ API. أوكي هنا رابط للي بيحب يشوف معلومات أكثر عن الـ Quality of Service API في الويندوز كيف يعمل لها configuration، فالرابط هذا بيشرح لكم الطريقة. وهنا كمان الـ Implementation في الويندوز، عفوا هنا بيشرح طريقة الـ Implementation، وهنا بيشرح عن الـ API والموضوع بتاعها. فإذا
المحاضرة القادمة احنا لما ناخد هناخد مكتبة جديدة في السكايبي، سكيبي اسمها عفوا، في البايثون اسمها سكيبي. هاي المكتبة اتصممت بطريقة تخليك عن طريق الويندوز تقدر تعمل تي او اس ودي اس سي بي الى اخره، وتتعامل مع اللاير 2 واللاير 3 وتعدل فيهم وتحط لهم الهيدرز وتشيل الهيدر وتركب باكت وتلغي باكت وتقطع الباكت الى اخره. فهي مكتبة رائعة وطبعا مهمة كتير في شغل الامن السيبراني وفي الهكر الاخلاقي، وان شاء الله هي والواير شارك هنحكي عنهم المحاضرة القادمة. هون كمان خلينا نكمل بس أشياء كمان موجودة في البايثون، بس طبعا هاي الأشياء مش مطبقة بالويندوز برضو، زي الـ IP version 6 rect receive T class اقرأوا عنها برضو. هاي مش يعني داخلة معنا بالاختبار، بس لمعلوماتكم يعني لو حابين تستوضحوا أكتر اقرأوا عنها. وكمان الـ ICMP هاي بتدخل في الاختبار، Traffic Underscore Class برضو لو انت جيت تتعامل مع الـ ICMP لأ كأنها جزء، ما هي الـ ICMP احنا قلنا هي Encapsulated within IP Packet صح؟ فإذا هي معمول لها Encapsulation داخل الـ IP باكيت. فإذا هل أنا عن طريق استخدامي للـ ICMP بقدر أتلاعب في الـ TOS وأغير فيها؟ أيوة ممكن، بس مش على الويندوز، على اللينوكس. فبقول لك the traffic class of ICMP packets، يعني الـ ICMP packet اللي هي في البايثون عندها خاصية اسمها traffic underscore class provides a defined level of service to packet by setting the DS field formerly TOS or the traffic class field of IP headers. فإذا الترافيك كلاس في الـ IP version 6 packets are delivered with the minimum priority by default. إذا أنت ما عملت traffic class، ما تعملت يعني عملت ICMP وما ندهتش على الترافيك كلاس، فهذا by default بتاخذ الـ best effort delivery. Intermediate routers must be able to support this feature. فالراوترات لازم أكيد تدعم الديفولت. Only available in Unix system أو Linux و ignored in Windows. فإذا هي في الويندوز مش موجودة. إذا حابين تعرفوا عن طريقة عملها في Linux واليونيX اقرأوها من الرابط اللي هنا. تمام. وقبل ما انهي المحاضرة بس عايزة أفرجيكو شغلة. خلينا نروح مثلا على الجدول اللي حكينا عنه. مثلا لو في الاختبار اعطيتك الدي اس سي بي مثلا الرقم اللي هون، مثلا خلينا نختار مثلا الرقم هذا اللي هو مثلا 0101010، وحنطلع الرقم المكافئ اللي له ماشي في التي او اس، نعمل له نسخ. خلينا نشوف كيف ممكن نحول مش احنا حكينا الدي اس سي بي بتتمثل على 6 بيتس بينما التي او اس على 8. فانا لو اعطيتك الدي اس بي اللي هو الرقم هذا، مثلا الرقم هذا خلينا نختار هذا، هي النسخ اللي هو مقابله كام 64. لما انت تحوله للباينري لتي او اس عايز تطلع الديسيمال المكافئ له، لازم تحط له هون صفرين على اليمين صح؟ تمام. هيو نفس الرقم لاحظوا، بس انا حطيت له كام صفرين على اليمين وبعدين حسبت الرقم الديسيمال المكافئ للباينري هذا. يعني كمان مرة لو عندي هذا الرقم في الـ DSCP طبعا ممثل على 6 بيتس، لكن الـ TOS بتتمثل على 8 بيتس، وقلنا التنين اللي على يمين غير مستخدمات بنحطهم أصفار. فهي الرقم مثلا هيو 0101010، فهيو
نفسه، حطينا صفرين على اليمين، بعدين صفرين، واحد صفر واحد صفر. تمام. لو انت عايز تحسب الرقم اللي هون المكافئ بتحسبه ازاي؟ هي اخذنا اللي هون، عملنا نسخ ورحنا على الباينري تو ديسيمال، هون عملها كنترول في لصق، تمام، وحط الخانتين اللي هون زيرو زيرو على اليمين، واعمل كونفيرت. طبعا هي محسوبة اهي 80، لو رجعت هون حتلاقيها كام؟ 80. تمام. لو اخذنا الرقم هذا اهو نسخ، طبعا هو انتوا بتقدروا تحسبوها بحساب الثقل لكل خانة، لكن لو مش عايزين تحسبوها في الهومورك مثلا بتقدروا ايه تعملوها على هون. هيو بنفس الرقم وحطوا على يمين وصفرين، فروحوا هون اهو في، وحطوا على يمين من هون صفرين، صفر وصفر، واعملوا كونفيرت، هيطلع كام؟ 104 اللي هو هذا. تمام. فهي هيك احنا بينا كيف احنا بنعرف ان نحول لاسم الكلاس وللاي اف والثلاثة واحد، شرحنا عنهم، وكيف نحول من الدي سي دي اس سي بي للتي او اس الباينري وللتي او اس الديسيمال. اوكي، فهيك بتكون انتهت المحاضرة، وإن شاء الله تكون سهلة وحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.